إذن فين الخرافة؟ هل في القصص والأحداث نفسها؟ ولا في عقولنا وفهمنا النص القرآن؟ اللي هي في الأصل قصص واقعية وأحداثها طبيعية ومعقولة، لكنه الإلحاح على عقولنا بالتفسيرات الخرافية للقصص دي طول السنين بسبب الفهم الغلط للصياغة اللغوية أو الكلمات اللي ممكن تحمل دلالات تانية غير اللي بيعرفها اللي حط القواميس أو كتب التفسير في زمنه. أو يمكن الخلل إن علمنا مازال قاصر والأحداث بتبان خرافية لكنها ممكنة الحدوث، ممكنة التفسير لو اشتغلنا بالعلم ووصلنا لتحقيقها. ولازم نفرق بين الخرافي والخيالي وبين عالم الغيب اللي ما بيخضعش لقوانين الطبيعة المعروفة. كل الأحداث اللي حصلت على الكوكب وحصلت مع ناس زينا لازم تكون خاضعة لقوانين الطبيعة والكون اللي بنعرفها. أما عالم الغيب زي الملائكة والآخرة فهم عالم مختلف له قوانينه اللي ما بنعرفهاش ولا يمكن إخضاعها لقوانيننا من عالم مختلف.